ممكن النجم مع الوقت ومع انضمام لاعبين ومع سليمان كوليبالي يا فارس ومع التأقلم عودة مع إيهاب المدير اليوسفني الفني ومحمد عودة أمين بن بن عمر. عمر هتفرق كتير جدا، ولكن المهم قوي النهارده ان احنا نتكلم على الفنيات اكتر من اي وقت مختلف، لان احيانا انت بتتحدث عن التحكيم عشان تتكلم في سلبيات تانية مش عايز تذكرها، لا النهاردة في إيجابيات لازم تتقال رغم الهزيمة، وفي حاجات سلبية لازم نقف عند بعضها. لو استعرضنا الإحصائية الخاصة بالمباراة هنقدر نشوف بشكل كويس ملاحظات مهمة. الركنيات كان للأهلي 2-3 للنجم، ولكن الاستحواذ 62% فيما يقابل 28% للنجم. 38 62 فيما يقابل 38. الرقم ده بالنسبة انت بتلعب على ملعب النجم في تونس وناقص لاعب من الدقيقة ال 12، وكمان اهم حاجة هوية النادي الاهلي. اتكلمنا يا احمد عن ارتفاع معدل تمريرات النادي الاهلي عن ما يزيد عن 500 تمريرة على مدار لقاءاته، 556 تمريرة فيما يقابل 325 تمريرة وانت بتلعب ناقص لاعب. وناقص لاعب ده مش رقم اعتيادي. كمان دقة تمريرك انك تحافظ عليها 82% مقابل 78، العرضيات تكاد تكون متساوية، الفوز بالكرات انت دفاعيا بتلعب بعشرة، ده في كرة القدم بيعني ضغط اقل، انت بتبدأ ضغطك متأخر من نص الملعب، محاولة عدد اللاعبين لاستخلاص الكرة بتكون اقل، ومع ذلك 96 مرة بتفوز بالكرة مقابل 88، فقدك للكرة 30 مرة في مقابل 36، أكيد المحاولات أقل على المرمى 4 مقابل 7 للنجم، ولكن إن أنت تقدر تحقق ده على أرض النجم، وإن أنت تقدر رغم إنك ناقص لاعب تحافظ على هويتك وشخصيتك، دي فقط من سمات الفرق الكبرى. اتكلمنا يا أحمد لو قبل كده في موضوع برشلونة وإزاي أنت بتتكلم في مانشستر سيتي والفرق اللي دايما بتقدر تحافظ على هويتها بغض النظر عن المنافس وبغض النظر عن طبيعة المباراة وبغض النظر عن الملعب، دي نقطة إيجابية لازم نقف عندها. لازم نقف عندها لأن شخصية النادي الأهلي كانت في بعض البطولات الأفريقية كانت بتفتقد في بعض الأحيان وفي بعض المباريات وخاصة المباريات خارج أرضنا. النهاردة بنلعب مباراة خارج الأرض ومباراة من المباريات الصعبة، وبالمناسبة أرقامنا مع النجم الساحلي مش هي الأرقام الجيدة. احنا لعبنا 5 مباريات مع النجم الساحلي في تونس، طلعنا بـ3 تعادلات و2 فوز للنجم أو هزيمة، وهم آخر مباراتين، يعني آخر مباراتين كانت في الكونفدرالية اتهزمنا 1-0، والمباراة اللي كانت في دوري الأبطال اللي كانت في الدور قبل النهائي اتهزمنا 2-1، والنهاردة الهزيمة الثالثة على التوالي، وأقصى نتيجة إيجابية عملناها في تونس هي كانت تعادل 1-1 ومباراتين 0-0. طبعا تعادل 1-1 كان عمرو جمال اللي سجل هدف. فأعتقد لقاءاتنا مع النجم الساحلي هي لقاءات صعبة جدا 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 في تونس. هي كانت بتلعب في سوسة، لكن دي اتلعبت في رادس لسبب أسباب داخلية وتخص تجديد الملعب وحاجة زي كده، لكن في النهاية أنت ما حققتش الفوز للأسف على النجم الساحلي في تونس. فمش عاوزين نبتدي بعد ما كنا نتكلم عن رينيه فايلر يبدأ بعض الأصوات تتكلم بشكل مختلف. الراجل النهاردة لاعب في شخصية للبطل، النجم كان بيحترمك حتى وانت 10 لاعبين، شفنا يا فارس الخطوط متقاربه جدا بيدافعوا باستماته، واقفين لرمضان صبحي ب2، واقفين عند حسين الشحات ب2. الهجمات اللي لعبوها 3 كرات فقط لا غير على مرمى الشناوي، اخطرهم طبعا اللي جاي منها الهدف، وطبعا جاي من خطا كانت هجمه مرتده ورامي ربيعه غطى تغطيه اتلعبت طلعت اوت، ما لحقناش نرجع تاني او نتمركز تاني. أيوه. مؤكد بتلعب 10 لاعبين وبتلعب خارج ارضك، معرض ان انت ممكن تقع في خطا من ده، ولكن سوء حظك ان الخطا ده يجي بهدف، وسوء حظك الاخر ان يكون علي معلول تفتقده في مباراه زي دي ويطلع يخرج للاصابه، ودي بالنسبه لنا من أسوأ السلبيات اللي حصلت في المباراه. حتى والنتيجه يا فارس مغلوبين تقدر تعوض، لكن احنا محتاجين جدا ان لعبتنا لو هم سلام في قمه والفريق كامل اعتقد نقدر نتصدر المجموعه بسهوله. اكيد يا احمد، ولكن في كره القدم دايما المدربين الكبار عندهم تصريح الميزه